تعلق الأمر بمنح شركة وطنية سوناتراك لوحدها امتيازا لممارسة أنشطة المنبع. ثانيا، عقود الشراكة تم اعتماد ثلاث أنواع من العقود الشراكة. أولهما عقد تقاسم الإنتاج يتم إبرامه بين سوناتراك وشركاء الأجانب في حالة اكتشاف للمحروقات، سيتم منح جزء من الإنتاج والذي لا يمكن في كل الأحوال أن يتجاوز 49% لشركاء الأجانب للتعويض عن تكاليف البترولية مع دفع مكافأة تخضع هذه الأخيرة للضريبة. عقد الخدمات ذات المخاطر يتم إبرامه بين سوناتراك وأطراف المتعاقدة في حالة اكتشاف، سيتم تعويض الشركاء الأجانب عن تكاليف البترولية نقدا مع دفع مكافأة تخضع هذه الأخيرة للضريبة. عقد المشاركة تحدد نسبة المشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة سوناتراك ب51% في على الأقل، وهو النظام الحالي المنصوص عليه في قانون 0705. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل أشكال هذه العقود سيتم كما هو معمول به حاليا عرضها للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها.